فلسفة أولى ثانوي، ده أول أسبوع في الدراسة، وبإذن الله يعني إحنا كده لسه بنبدأ في المنهج، الدنيا معانا كويسة، معانا وقت متاح كويس. الفلسفة دي بتدرس إيه أو بتتكلم في إيه؟ ده اللي أنا هعرفه لكم النهاردة، خش معاكم في أول جزء في المنهج. الفلسفة جت علشان تفكير الإنسان كان تفكير عشوائي، بمعنى إن الإنسان كان بدائي بنسبة كبيرة جدا، فكان علشان يشعل النار يبذل مجهود كبيرة، ممكن يقضي وقت كبير، عدد ساعات كتيرة جدا علشان بس يشعل النار يستخدمها في طهي الطعام. غير كده من تفكير الإنسان البدائي، حتى الناس كانت بتفسر الظواهر الطبيعية اللي موجودة في الكون حوالينا بطريقة غلط، فكانوا يفسروا مثلا ظاهرة سقوط الأمطار بإن ده غضب من الآلهة، وإن المطر لما بتنزل المية دي لما بتنزل هي دي دموع الآلهة. فكانت طريقة تفكير الناس طريقة تفكير عشوائية. جه الفلاسفة علشان يغيروا فكر البشر، بدل ما يكون تفكيرهم سطحي مش فاهمين الظاهرة الطبيعية، بيبصوا للأمطار على إنها إيه؟ على إنها دموع آلهة. حبوا يبصوا للظاهرة دي بمنظور أكثر عمقا. هي دي الفلسفة، مش بتفكر في الحاجة بشكل سطحي، إنما بتفكر في أي موضوع بشكل عميق. إحنا السنة دي في أولى ثانوي هنتعرف على التفكير الفلسفي اللي أنا بكلمكم عنه دلوقتي، والترم الثاني بإذن الله هنتعرف على التفكير العلمي. أشهر فلاسفة هنسمع أساميهم معانا، ممكن أنتوا كمان تبقوا عارفينهم، هم سقراط وأفلاطون وأرسطو. نركز بقى يا شباب مع بعض ونعرف إيه هو أصلاً التفكير، وهل سمة التفكير دي موجودة عند الإنسان بس، وهل موجودة عند الحيوان برضه ولا لأ؟ هل التفكير موجود عند الكلب؟ في تفكير موجود عند الكلب، بس التفكير اللي موجود عند الحيوان هو تفكير غرائزي، يعني موجه تجاه الغريزة فقط، فيفكر إزاي يوصل للأكل، يوصل للشرب، يحقق غريزة اسمها البقاء أو غريزة الحفاظ على الحياة. دي غرائز موجودة عنده هو، بس تفكيره موجه في الجزئية دي. لكن تفكير الإنسان يتميز عن سائر المخلوقات ليه؟ لأن تفكير الإنسان هو تفكير مميز، بيميز الإنسان عن سائر المخلوقات. فالترم ده كله هنتكلم عن التفكير الإنساني اللي ربنا ميز بيه الإنسان عن باقي المخلوقات. طب ايه التفكير الإنساني ده؟ التفكير الإنساني هو نعمة ربنا اداها للإنسان وميزه بيها عن سائر المخلوقات علشان يستغل النعمة دي في تغيير حياته أو في تطوير حياته. عايز أقول لكم كمان إن التفكير ده حاجة إحنا مش بنتعلمها من الناس حوالينا، لا، دي حاجة بيتولد بيها الإنسان، علشان كده نسمي التفكير إن هو فطري، بيكتسبه الإنسان، بيتعلمه الإنسان؟ لا، إنما بيتولد بيه، مش بيحتاج حد يعلمه إزاي يفكر. الإنسان طريقة تفكيره اختلفت من العصور القديمة للوقت الحالي طبعاً. إزاي؟ الإنسان كان قديماً كان يستخدم الرمح في صيد الحيوانات علشان يقدر ياكل، كان يستخدم أدوات بسيطة جداً. دلوقتي إحنا وصلنا لحضارة عملاقة. هو إحنا عملنا التغيير ده إزاي؟ عمله الإنسان عن طريق التفكير. الإنسان دايماً تفكيره بيتطلع ناحية الأرقى، يعني إيه؟ أنا باستمرار بفكر إزاي أرتقي بحياتي؟ إزاي أغير مستوى معيشتي؟ إزاي أغير الظروف الموجودة حواليا؟ هو ده على فكرة تفكير الإنسان عبر العصور. الإنسان في الصور دي يبان منها الإنسان كان وضعه عامل إزاي، وإزاي قدر عن طريق التفكير اللي ربنا ميزه بيه عن سائر المخلوقات إنه يغير شكل حياته تجاه الإيه؟ الأفضل أو ناحية الأفضل. هل في مخلوق تاني على الأرض قدر يطور حياته؟ هل في مخلوق قدر يعمل حضارة؟ الإنسان المصري القديم، الجماعة الفراعنة، لما كانوا بيفكروا، ونقول الناس دي كانت بتفكر تفكير غير عادي، الناس دول كان فيهم مهندسين وفيهم أطباء، لقيناهم بالتفكير ده عملوا لنا حضارة، الحضارة الفرعونية القديمة من خلال الإيه؟ من خلال التفكير. عشان كده يبان هنا تطور التفكير، أو إن الإنسان إزاي قدر يطور حياته عن طريق الإيه؟ التفكير. طب ركزوا معايا، ايه هو بقى تعريف التفكير؟ تعريف التفكير
هو عملية نرسم بيها خريطة العمل المؤدى لتحقيق هدف ما. يعني ايه الكلام ده؟ انا دلوقتي بفكر اخش قسم الادبي علشان ادخل في الاخر كلية سياسة واقتصاد. انا هنا بعمل ايه؟ بفكر طيب علشان احقق الهدف ده او علشان اوصل للخطة دي هبتدي اعمل ايه؟ هبتدي اشتغل على نفسي، هبتدي اعمل خطة او خريطة لحياتي. هعمل خريطة لحياتي يعني ايه؟ اقول انا في اولى ثانوي هبتدي اركز على المواد الادبية، وفي تانية ثانوي هشتغل على نفسي اكتر في المواد الادبية وهركز فيها وهبذل مجهود كبير فيها علشان في تالتة ثانوي احقق مجموع كويس علشان اجيب مجموع يقدر يدخلني كلية سياسة واقتصاد. انا عملت ايه هنا؟ انا حطيت خطة. لو انت بتخطط يوم الخميس الجاي تخرج مع صحابك، هتبتدي تحط خطة تقول انا خلال الاسبوع هبتدي اذاكر المواد اللي عندي، هبتدي انجز الحاجات اللي ورايا علشان لما يجي يوم الخميس ابقى فاضي ان انا اخرج. احنا هنا بنعمل خطة لحياتنا وكل حياتنا بنمشيها وفق خطة. انا في اولى ثانوي مستني فترة الامتحانات تيجي، ودلوقتي قاعد بجهز نفسي للامتحانات، بحضر درس اونلاين علشان في الاخر اجيب درجة كويسة واطلع تانية ثانوي. كل حياتنا بنستخدم فيها التفكير. كده فهمنا يعني ايه تعريف التفكير؟ تعال نبص فيه تاني. التفكير هو عملية ذهنية. يعني ايه عملية ذهنية؟ يعني عملية بتحصل في العقل بتحصل في الذهن، ممكن نسميها كمان عملية معرفية. يبقى هو عملية ذهنية فيها نرسم خريطة العمل المؤدى لتحقيق هدف ما. يعني عن طريق التفكير بتاعي أنا بحقق الأهداف اللي أنا عايز أوصل لها. طيب إزاي أو كيف يتم النشاط العقلي الإنساني؟ يعني إزاي الإنسان بيفكر؟ كلمة النشاط العقلي نقصد بيها الأكتيفيتيز اللي بتحصل في الدماغ. الأكتيفيتيز دي هي التفكير. ازاي بقى الانسان بيفكر؟ مثلا لما اعرض عليك صوره زي دي واشوف الانسان بيفكر ازاي، فهنقول كده هي البيضه قبل الفرخه ولا الفرخه قبل البيضه. حضرتك بتبص للصوره وتقعد تفكر. مش موضوعنا ان احنا نحدد الفرخه قبل البيضه ولا البيضه قبل الفرخه، بس هنعرف ان لو شفت حاجه زي دي ايه اللي بيحصل في دماغي، ايه هي عمليه التفكير. اول حاجه لازم بشغل حاسة من الحواس. انا شفت الصورة دي عن طريق ايه؟ عن طريق عيني، فشفتها بحاسة البصر. ممكن تسمع السؤال، ممكن ما يبقاش في صورة واقول لك الفرخة قبل البيضة ولا البيضة قبل الفرخة، فحضرتك سمعت مني السؤال ابتديت تفكر. طب تعال نشوف ده بيحصل ازاي. اي حاجة حوالينا علشان نفكر فيها لازم نستخدم حاسة من الحواس بتوعنا. ازاي؟ لو انا شميت ريحه وعايز اعرف ريحه ايه دي، هشمها وافكر وافتكر ايه الريحه دي، او اسمها ايه الريحه دي، او اسمها ايه الاكله دي. السؤال اللي انا سالته لك ده، حضرتك بصيت على الصوره بعينيك وابتديت تفكر فيه. لو حضرتك انا سالتك سؤال في الفصل الاول قلت لك عرف التفكير او ايه هو مفهوم التفكير، حضرتك سمعت السؤال بودنك وده حاسه من ضمن الحواس اسمها السمع. عندنا الشم، عندنا اللمس، عندنا التذوق، عندنا البصر. عارفين يسموا الحواس بتوعنا دول ايه؟ يسموا الحواس بتاعتنا دي نافذه على العالم. يعني ايه؟ انا بستكشف العالم اللي حواليا كله عن طريق الحواس. زي واحد قاعد في بيته وعنده شباك، عمره ما هيعرف ايه اللي بيحصل في الشارع غير لما يقف في الشباك ويبتدي يبص بعينيه ويعرف او يستكشف ايه اللي بيحصل في الشارع. احنا اي حاجة في حياتنا بنستكشفها عن طريق الايه؟ عن طريق الحواس. طيب بعد ما نستقبل المعلومات عن طريق الحواس ايه اللي بيحصل؟ بتحصل مجموعة من الاكتيفيتيز من الانشطة العقلية او ممكن نسميها انشطة ذهنية. بتحصل فين؟ بتحصل في المعدة؟ لا طبعا، طبيعي ان هي بتحصل في الدماغ. عارفين زي ايه؟ لما انا بصيت على الصوره دي، فانا هنا بصيت بعينيا ودي حاسه من ضمن الحواس بتاعتي. بعد ما بصيت على الصوره بعينيا ايه اللي حصل؟ ابتديت افكر. فكركم الموضوع بسيط، هبص على الصوره وافكر. او زي ما حضرتك تكون في الامتحان وتبص على سؤال، فكرك هتبص على السؤال وتجاوب بسهوله؟ لا طبعا، انت
التفكير دي او التفكير ده مش عمليه بسيطه، التفكير عمليه معقده جدا. ايه اللي بيحصل في عمليه التفكير؟ اول حاجه انا بشوف الحاجه عن طريق الحواس زي ما اتفقنا مع بعض. طب ايه اللي بيحصل بعد كده؟ علشان افكر في حاجه لازم انتبه معاها. يعني لو حضرتك بتحل امتحان ووصلت للسؤال رقم 5، علشان تفكر في السؤال رقم 5 ده لازم تنتبه، ودي عمليه ليها علاقه بالدماغ، ليها علاقه بالتفكير. لازم تنتبه مع السؤال رقم 5 دون عن باقي اسئله الامتحان. بعد ما تنتبه في السؤال تبتدي تفهم معناه، ودي عمليه بتحصل في دماغنا اسمها الادراك. وبعد ما تدرك معنى السؤال تبتدي تفتكر الاجابه اللي شرحها مستر ابانون من شهرين، من شهر الحصه اللي فاتت. دي تالت عمليه. يبقى اول حاجه انا بصيت الحاجه عن طريق الحواس، بعد كده انتبهت للسؤال رقم 5 ده دون عن باقي اسئله الامتحان. بعد ما انتبهت للسؤال ابتديت افهم معنى السؤال ده ايه، ابتديت اترجمه في دماغي. بعد كده ابتديت افتكر الاجابه او افتكر المعلومه اللي مستر ابانوف شرحها الحصه اللي فاتت. كل الانشطه دي وانشطه اكتر منها احيانا تحصل في جزء من الثانيه، احيانا تاخد او تاخد وقت كبير جدا. هي دي اللي اسمها التفكير. يبقى التفكير يا شباب عمليه بسيطه ولا عمليه معقده؟ لا، عمليه معقده. زي الصوره اللي حضرتك عرضتها علينا دي، علشان نفكر فيها اول حاجه استخدمت الحواس، بعد كده مارس المخ العديد من الانشطه الغير مرئيه. يعني ايه انشطه غير مرئيه؟ هي الانشطه اللي بتحصل في مخي دلوقتي انت شايفها؟ طبيعي جدا لا، عشان كده نسمي الانشطه اللي بتحصل في المخ ان هي انشطه غير مرئيه. هل هو نشاط واحد؟ لا. هل هو نشاط بسيط مش محتاج مجهود؟ طبعا لا. امال انشطه كتيره جدا ومعقده. هي دي اللي بتلخص لي في الاخر عمليه الايه؟ التفكير. ركزوا معايا يا شباب، دلوقتي هنتكلم عن الحالات او المواقف التي يتم فيها اثاره النشاط العقلي للانسان. يعني ايه الحالات والمواقف اللي بيتم فيها اثاره النشاط العقلي للانسان؟ يعني في بعض المواقف اللي انا بفكر فيها. احنا هنتكلم هنا عن اربع مواقف الانسان بيفكر فيهم. طبعا في مواقف كتيره جدا ممكن النشاط العقلي اللي هو دماغي تشتغل فيهم. يبقى المواقف اللي احنا هنتكلم فيها دي هي المواقف اللي الانسان بيفكر فيها. اول موقف عندنا لما انا ابتدي اسال حضرتك سؤال، اسالك مثلا سؤال في المنهج او سؤال بره المنهج، وحضرتك تبتدي تجاوب عليه. احنا عندنا هنا موقفين، ممكن واحد يجاوب اجابه متسرعه فتبقى الاجابه دي غلط، وممكن واحد يبتدي ينظم افكاره او ياخد وقت علشان يقدم الاجابه، وفي الحاله دي في الاغلب بتبقى الاجابه صح طالما هو نظم افكاره. ده اول حاله من حالات التفكير عندنا، موقف انا بفكر فيه لما حد يسالني سؤال او تجاوب على اسئله المدرسين او تتوقع تتفوق في المدرسه، فده بيساعد على تنظيم افكارك. طبعا لازم تنظم افكارك عشان تقدم اجابه وتبقى الاجابه صح، فدي بنسميها تنظيم التفكير. تاني موقف دي بنسميها تنظيم التفكير. تاني موقف او حاله من الحالات اللي احنا بنفكر فيها لما انا افتكر او اتذكر حاجه من الحاجات اللي حصلت في الماضي، فاقول لك مثلا فاكر اللي حصل من سنتين ايه؟ فتاخد مجهود او ممكن تاخد وقت، ممكن ما تاخدش وقت، وتقول لي استنى استنى ده انا افتكرت مش عارف ايه. تفتكر حاجات في الماضي، ده موقف انت بتستخدم فيه مخك، بتبذل فيه نشاط عقلي. النشاط العقلي ده اللي هو التفكير. فتذكر الماضي هو موقف من المواقف اللي احنا بنفكر فيها. كمان موقف من المواقف اللي الانسان بيبذل مجهود فيها او بيفكر فيها او بيبذل نشاط بنسميه النشاط العقلي، لما بيبتدي يحط خطه للمستقبل. واحد كده بيفكر يشتري عربيه كمان سنه،
هل هيقول هشتري عربيه وخلاص؟ لا، هيبتدي يحط خطه علشان يحوش فلوسه، علشان يجهز فلوسه، علشان يقدر يوصل للهدف ده. ده اسمه تخطيط للايه؟ للمستقبل. واحد فكر يخش كليه معينه، واحد فكر يخش كليه هندسه، فابتدى يحط خطه. همشي على 1 2 3، انا هركز على الماس في اولى ثانوي وفي ثانيه ثانوي علشان في ثالثه ثانوي احقق درجه كويسه. فده موقف من المواقف اللي الانسان بيبذل فيها نشاط عقلي او بيفكر فيها، اسمه التخطيط للمستقبل. اخر موقف عندنا لما بيقوم زميلك بيطرح عليك مشكله معينه. يعني لما حضرتك تتحط في مشكله وانت واقف في الشارع او انت مع صحابك، علشان تحل المشكلة دي انت هنا بتبذل نشاط عقلي، ومش نشاط واحد، ده مجموعة من الأنشطة علشان توصل لحل المشكلة دي. ده موقف من المواقف اللي احنا بنسميه حل المشكلات. احنا كده يا شباب اتكلمنا عن ايه؟ احنا النهاردة عرفنا الفلسفة بتحكي في ايه؟ عرفنا ان الفلسفة هدفها الرئيسي لما جت كانت تتكلم في التفكير، تفكير الانسان اللي كان عشوائي، اللي كان بدائي، بعد كده تطور ومن هنا ابتدى الانسان يبني حضارات ووصل لتقدم تكنولوجي. التكنولوجيا زي الانترنت اللي انت بتتابعني عليه دلوقتي، دي تكنولوجيا الانسان وصل لها عن طريق التفكير. عرفنا ان احنا الترم الاول هنتكلم على التفكير الانساني، الانسان بيفكر ازاي. فهمنا ان ربنا ميز الانسان عن سائر المخلوقات بليفل عالي جدا من التفكير، اسمه التفكير الراقي. ده اللي بيخلي الانسان يتقدم في حياته. عرفنا ازاي بيحصل عمليه التفكير دي، او النشاط العقلي، الاكتيفيتيز اللي بتحصل في الدماغ دي بتحصل ازاي. ففهمنا ان انا لازم استقبل الحاجات من العالم او المثيرات من العالم حواليا عن طريق الحواس بتاعتي. بعد ما بستقبل المثيرات او اي حاجه موجوده في العالم حواليا، ببتدي ابذل مجهود، ببتدي اقوم بعمل بعض الانشطه العقليه. الانشطه العقليه دي هي التفكير. بعد كده خدنا شويه مواقف الانسان بيفكر فيها، وعرفنا انه بيفكر لما يجي يتذكر معلومه من الماضي، او على عكس انه يتذكر حاجه في الماضي، لما يجي يخطط في مستقبله. عرفنا الانسان بيفكر لما يقع في مشكله ويبقى عايز يوصل حل للمشكله دي، وعرفنا ان الانسان بيفكر علشان يجاوب على حاجه او علشان يقدم معلومه، وعرفنا ان ده اسمه تنظيم التفكير. كان معاكم مستر ابانو، ان شاء الله هنتابعكم في الحصص اللي جايه على المنصه التعليميه.